بص انا دايما يعني انا كنت عايزه اركز شويه على السينما السنه دي والحمد لله جات لي الفرصه ان انا اعمل كده كنت أم بقرا السكريبتس بحس ان انا مشدوده جدا اتجاه السكريبت بقول اوكي وتصرفوا انتوا بقى شوفوا هتظبطوا المواعيد ازاي تحمست قوي لما قريت السكريبت بتاع وش في وش تحمست جدا لما سمعت هم عايزين يجيبوا مين في الكاست قلت يعني ان شاء الله ده هيبقى كل العناصر بتاعت ان احنا نعمل فيلم لطيف وناجح موجود الحمد لله انا بحب جدا طبعا الشغل مع استاذ احمد فهمي المنتج هو برضو منتج فيلم شماريخ فالموضوع لطيف جدا يعني وهو قربنا نخلص تصوير هي ست هي زوجة وعندها بعض المشاكل مع زوجها ومش عارفين يتعاملوا مع المشاكل دي فبيكرروا بيقرروا ان هم عايزين يدخلوا عائلاتهم في في المشكله بتاعتهم والموضوع بيطلع مشكله اكبر <applause> لا خالص انا مش مش واخد سكه معينه والله انا بشوف السكريبت الحلو بوافق عليه وبعمله يعني مش 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 رسمه مش رسمه خطه آه والنجاح ده حاجة دي حاجة بتاعت ربنا يعني آه أنا واحدة بحط مجهود في شغلي وبحب أشتغل مع ناس بيحبوا شغلهم وبيحطوا فيه مجهود برضو أثناء آه تصوير وش في وش يمكن الـ يمكن الـ لا مش ده الموضوع ولا يمكن الصعوبه الوحيده اللي احنا بدانا الفيلم قبل تصوير رمضان وبعدين اضطرينا ان احنا نوقف كذا شهر وبعدين رجعنا تاني نصور فطبعا التيك اوف تاني بقى تاني مره يمكن كانت كانت صعبه سنه علشان كنا اوريدي مطحونين واحنا بنعمل مسلسل رمضان وبعدين كنا لازم نرجع نصور هنا وشماريخ نفس الحكايه برضو ف... فكانك فاهم فصلت كده رحت عملت حاجه وبعدين رجعت تاني ولازم تقومهم بقى من اول وجديد <applause> لا هما الكاركترز اللي كانوا عايشين الحقيقه مش احنا اللي كنا عايشين احنا لا يعني بقى نام واصحى ان شاء الله بقى كويس <applause> لا مفيش حاجة يعني مش عارفة يمكن احنا تعودنا بالنسبة لنا عشان احنا كذا حد فينا بياخد كذا عمل في نفس الوقت فهو الموضوع بقى بقى تعود يعني مش بحس ان الموضوع بيبقى صعب قوي يعني يمكن الحاله ان هي تبقى صعبه قوي هو ان انت لو بتعمل اتنين كاركتر صعبين قوي في نفس الوقت يعني يمكن كان يبقى صعب بالنسبه لي ان انا وقت ما انا بعمل نادين في الهرشه السبعه ان انا اكون بعمل حاجه انا كل تركيزي راح في الهرشه السبعه فما كانش ينفع ان انا اعمل اي حاجه تانية في نفس الوقت يعني كنا لازم نقف وبعدين نقول طيب احنا لازم نعمل بقى الكاركترز دي وبعدين نرجع نرجع تاني بس في الاخر افلام انت بتتكلم على يومين يوم يومين هناك احنا بنتكلم على اربع شهور فالموضوع اقوى شويه آه، تايسون يعني صديق عزيز جدا 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 يعني ده اخويا وبحبه جدا من قلبي وبحب قوي اشتغل معاه عندنا كميه حلوه قوي على الكاميرا واوف كاميرا كمان آه، وطول الوقت بننقش في بعض وبنغلز على بعض وبنحب بعض قوي و ويمكن ده نابع من ثقه أم ان انا بحترمه قوي وبثق فيه قوي بثق في اختياراته بثق فيه كممثل بثق ان انا اقف قدامه وان انا اعرف افتح قلبي وادي كل ما عندي في دور وان انا عارفه ان في شخص قدامي هيتقبل ده وهيرجعه كمان هاي <تكلم> هاخد اجازه وبعدين اشوف اصعبها على نفسي ازاي تاني ده انا ما بعملش غير ان انا بغير شكل <تكلم> <تكلم> فيعني لا مش مفكره طبعا انا هعمل ايه ولسه بدري يعني انا لسه بدري جدا على ان انا اكون بفكر لقدام انا لسه لازم استوعب اصلا اللي فات عشان اعرف ابص على قدام يعني <applause> الحمد لله الافلام هو ده اللي موجود شيء وشماريخ وشفوش ان شاء الله <applause> <applause> ميرسي لحضرتك شكرا